Steve, Gazi, The Orb, and EatDashWap.com. انسان يا هلا فيك زايدين الطين بلزت وثلة هالدرجة سيدة بيوتي عيلة جيتو ستة زدت اثنين ما زلت زكة انسان غصب يطع في المعركة شكله في الفيديو نجمة لا وقصة لظفرة ثلاث ايام ما يتحرك حالك حال البنتي يها دورة من غل قلو زيد تورط خف الجولة وزبي دخل بدل مسلخ نشا في حد في الجولة انا كيك وانتو الشعب المستعبد تبوها جولة فضايح ولا قوة كلمات هل تنكسر تيكر النقاح بنت الشاليهات من زب لزب طلع الزخفر بنت الجروب شاتكم من كم جروب لا تجدع في المستويات تسكن دوبين جي طيف وجاهم بيك بانج نكت مقتلنا فيها نكتين طاهرات تثبتوا لي في الجولة النكب في الأصل تكون ما تقدرون نلقى باك الدقيقة شهوة الذوق من اللي قال انكم انتم رجال انتم رجال في الجولة اي نسمع عزابة بيني زال بيني زال تبا قتال ما قتال تبا نزال جاهز في الحارة سلسي في ود الخسارة علم الحياة من اللي قال انكم انتم رجال انتم رجال في الجولة اي نسمع عزابة بيني زال بيني زال تبا قتال ما قتال تبا نزال جاهز في الحارة سلسي في ود الخسارة علم الحياة تهزئكم في لهجتكم من ود دامنا يا معود كلامكم مو قد كلامنا اسمكم في البطولة غلط داخلين رزة اقول لك بيار منو جاينا هالحزة انا محصن ومحفوظ كني تحفة اثرية وانتو مش باينين كانكم ملابس داخلية حيسوي ذاك يقولي ملك الراب الفلسطيني ايوة ملك غصب عن كل رابر كويتي طلعنا من الجولة الاولى في بطولة الفانس عشان نيجي هون نكمل افتراس برجم جروب كوب سهولة كني راجمة سوتيكر جديد مسكين ما في حد دعمه اعذرني يا حكم لكني ملزوم حسوي فيكو زي ما سويت في ستريت بوم ليريكال ديفيوز AKA Space Tune جولة سهلة كني بشوف تلفزيون من اللي قال انكم انتم رجال انتم رجال في الجولة اي نسمع حسابة بيني زال تبا قتال تبا نزال جاهز في الحارة سلسي في ود الخسارة علم الحياة من اللي قال انكم انتم رجال انتم رجال في الجولة اي نسمع حسابة بيني زال تبا قتال تبا نزال جاهز في الحارة سلسي في ود الخسارة علم الحياة Jalawi Production VR Get it ثاني جولة خصوم مع عزابة بتعدي ثمانة في القبة ولا واحد منهم ندلي اثبت لي يا منظم انهم رجال اكبرهم في الامر ازدحى يطلع بالغدرة وزل عقار كلم يا هال مرضى في ولا اهضم يبا اكبر راسة بدلها انا بقى بدي سعر كبة تأهل كبة ساعة تأهل بقوة قدسي بجي لو ساعة سف الدسي جيه مرض نفسي هل ما تكون امشي حالي يكون عندي حال ما اظن فيش صعب تحقيق يا وجه الاحفر كلامك انت دفى كلامك كتب بيدرس اسلوبك رسم مسمى اسلوبي اساس تكرس تعال يا عار لكك تمسك قربكم بالنسبه لي وجهه تشرها انا سك بيتش سك ما تك اجيك الطفل ويخليك وعبكم انت فيري سك ثمان افراد بقيم عليهم الحد احنا بنكفي مو محتاجين ندخل حد ليريكال ديفيوز جولة سهلة جولة هبل لما دخل انسين وستيل هاي صارت الجولة اسهل انسين دور عشان اقدم تنازلي رح ارمي فلو بإذي العضو التناسلي ستيل هاي قديم ايام رب الكويت وقطر ترى بعضك فاشل لا تتكبر على سول تيكر ما بدي اهزئ لكني راح انجبر ممكن جروبك يفوز لما المي تنكسر انسين كيف حتعلف سب الاهل ما بيجوز لو سب الاهل مسموح علي راح يفوز السجداد عالراب بعدهم في اول مشوارهم انسين لا تتكبر ترى انت وياهم كلماته ضعيفة عنده بروف يا خشي بنرفز كلماته كثير ضعيفة يا حكم ارجوك ركز كلوك واي ستيف في هذه الجولة باقين ما بيجاري دسنا برا الجولة طالعين تعدوا هذه الجولة انسى كلوك واي ستيف في هذه الجولة باقين ما بيجاري دسنا برا الجولة طالعين تعدوا هذه الجولة انسى الساحة is my yard اعتبر الساحة الاندلس وانا طارق بن زياد انسين بعد
عنده من كسرة ريكاردو موجوع. في اي وقت عادي تلاقي راسك مقطوع. كيف كروكو راح يواجه بطولة الدسات؟ بعد جديد ما عنده خبرة بالمواجهات. بعطيك بانش بس مش لاين بانش في ايدي. بعمل لك نيو لوك بزرق وجهك يا عزيزي. بحطكو جوا حفرة بصب عليكو سمنت. ممكن تفشلكو فاز عليكو كروب كونفكت. مسكر صوتك صار خشن شكلك بلغت. تتذكر شو سويت فيك قبل لسا ما تعبت؟ في هذه الجولة باقين ما بيجاري دسنا برا الجولة طالعين. هذه الجولة انسى في هذه الجولة باقين ما بيجاري دسنا برا الجولة طالعين. هذه الجولة انسى يلا برا برا يلا برا انتو مجرد اتباع ما فيكم حد قيادي. انسين في المعركة سبوا اهلك وانت عادي. عن جد شي غريب سب اهلك كثير وانت بتحضنه بتقوله انت وحش كبير. الاسامي الباك يا والله ماني عارفهم. لو لانسحاب اخصمهم اصلا ما كنت شفتهم. ماني شايف حدا قدي في هذا الجدول. يمكن هم ضعاف او يمكن انا احول.